السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الأعزاء، كيف الحال؟ أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة. يوم جديد وصباح جديد وفيديو جديد مع عصفور ومع خيسوس. اليوم مع الصباح زغلول فاق، خيسوس فاق، كل شيء فاق، الحمد لله. خيسوس هي اللي مازال ما فاقتش. توحشناكم الإخوان صراحة، ولينا كنتوحشوكم ولينا كنبغيو نديرو كل خطرة فيديو جديد. شكرا لكم أخوتي على الدعم المتواصل ديالكم، وشكرا للناس اللي تواصلوا معايا في انستغرام وسولوني وجاوبتهم وعاودوا سولوني وعاود تاني جاوبتهم، والحمد لله كل شيء بخير. وما ننساش واحد الصديق تواصل معايا في انستغرام البارح وقال لي يا خويا عصفور قول سميتي في الفيديو الجاي. اذا تحية لك وسبيسيال ديديكاس ليك اخويا، نسيت السمية ديالك، نسيت السمية ديالك. تحية كبيرة وديديكاس لخويا اسماعيل رشدي صديق القناة، تحية لك اخويا، الله يعطيك الخير والله يعطيك التوفيق والله يعطيك النجاح والله يوفقك اخويا في حياتك، و دير لايك، دير لينا لايك، نزل 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 دير لايك، صافي درتي لايك، شكرا. فيديو اليوم الاخوان غادي نتكلموا على واحد النقطه اللي صراحه هي مهمه، ما تقدر ما تردش ليها البال، ولكن هي مهمه بالنسبه للناس اللي بلاهم الله بتربيه العصافير اول مره، وبغى يمشي اول مره عند محل بيع الطيور وبيتك التزوج ديال العصافير مثلا. مثلا بلاك الله وبغيتي تمشي بغيتي تاخذ زويجه ديال البيروش، وبغيتي تمشي عند مول الماح ايا، بغيتي تمشي المحل ديال بيع الطيور وبغيتي تقدا زويجه ديال البيروش، كيفاش غادي تتعامل مع هاد الوضعيه هادي؟ علاش كنقول انا هاد الهضره هادي؟ حيت واحد الصديق تواصل معايا في انستغرام وقال لي يا خويا عصفور شوف لي هاد الزويجه هادي يلاه شريتها وشوف لي واش مزيانه. قلت له واخا صيفط لي التصاور. صيفط لي التصاور الاخوان، اول حاجه تحيه ليك اخويا والدنيا يعني شاكي وقع. اول حاجه القفص اللي باع عليه مول الطيور، ما ذوك الاقفص الدائريه عرفتيهم بحال هذا، ذوك الاقفص اللي مدوره ودير فيها العش، هذوك الاقفص الاخوان الدائريه راه غير صالحه للتزاوج، راه ما غاديش تزوج ديك فيها الطيور، فهمتي؟ هذيك الاقفص ما خداماش للانتاج. ثانيا بين لي التصاور ديال الطيور ديالو، وكنتفاجئ بان واحد الانثى صفراء هي صفراء والمنقار ديالها بيض، المهم باينه هذيك الانثى، والطائر الاخر هو ازرق والمنقار ديالو بني. خويا هادو راه جوج نتيوات، باع عليه جوج ديال النتوات الاخوان وقاعد كيتسناهم يبيضوا عليه، وهذا الشيء هذا راه حشومه والله، زعما الا كان هذا مول المحل دارها بالعاني راه ما كاينه معنى، والا كان عن غير قصد فراه بالنسبه لهذا الاخ هذا راه مبتدئ ما عرفش الفرق بين الذكر والانثى، وباع عليه جوج ديال النتاوي وكيتسناهم يبيضوا عليه. اذا تما بقيتي، الا بغيتي تمشي عند مول الطيور وبغيتي تاخذ الزوج ديال العصافير البيروش، اول حاجه وبغيتيهم ينتجوا لك بسرعه، اول حاجه الاخوان ضرب واحد الطليله على الطيور، وشوف دائما الذكر اللي كتلقى ديما تابع واحد النتوه، تابعها ديما كيتبعها وكيبقى يوكلها وكيبقى يحك ليها، المهم لاصق فيها. هادوك الجوج هما اللي تاخذ، لان هذاك الزوج زوج متوالف ومتالف، الا جبتيهم وحطيتيهم كون على يقين في الاسبوع الاول يبيضوا لك، لانهم ديجا موالفين وديجا فهمتيني كيعرفوا بعضياتهم، ماشي كي بحال الا جبتي واحد الذكر من بلاصه ونتوما مفرق من بلاصه اخرى، يعني ماشي كي بحال الا جبتي ذكر من قنت ونتوما من قنت ما كيعرفها ما كتعرفو، غتلقى واحد الصعوبه في الاول حتى يتوالفوا لك باش يتزوجوا ويبيضوا، فهمتيني؟ يعني من الاحسن تشريهم موالفين متوالفين. يا هاك عبد انا عبد فادة فهمتيني؟ التوالف ديال الازواج، التوالف ديال الكوبل هو شرط اساسي الاخوان في سرعه الانتاج، يعني يبيضوا بسرعه. كاين واحد الطريقه اخرى الاخوان كيستعملوها بعض الناس،
هي كيمشي كيشري جوج ديال الكوبلات، كيشريش كوبله وحده، كيشري جوج ديال الكوبلات، كيشري ذكرونتوا وذكرونتوا، يعني جوج ديال الازواج، وكيحطهم قرب لبعضياتهم، ولا كيحطهم في القفص ديال السيباراسيون، كل كوبل كيحطو في جهه. علاش جوج ديال الكوبلات؟ لان الاخوان هاد الطائر البيروش اللي كانوا جوج ديال الكوبلات كيبقاو يحفزوا بعضياتهم، كيبقاو يتنافسوا، كيبقاو يديروا بحال شي مسابقه، شكون اللي بيض هو الاول. تذكر هذا القن تيقول ليه، تيقول لي شحال عطيت انا الاول البيض، الاخر تيقول لي والله انت ما تسبقني انا الاول لا غادي. وتيكون واحد التحفيز بيناتهم، واحد المنافسه، وبالتالي كيبيضوا دغيا بسرعه. يعني قلنا الاخوان الا بغيتي التور ديالك ينتجوا بسرعه وما يكون حتى شي مشكل، اول نقطه هي يكونوا متالفين، يعني تجيبهم ديجا متالفين تحطهم ويتزوجوا، او لا انك الا جبتيهم غير متالفين فخصك ضروري انك تفرقهم واحد الاسبوع وتخليهم قرب لبعضياتهم حتى يوقع واحد التواصل بيناتهم ويتوالفوا عاده باش تدخل الانثى عند الذكر وليس الذكر عند الانثى. هاكا اللي كيمشي كيفرقهم وكيدخل الذكر عند النتوى، لا خطا، خصك تدخل الذكر هو تدخل الانثى هي اللي تدخلها عند الذكر، فهمتيني؟ وبالنسبه لحجم الاقفاص، الاقفاص الدائريه راه ناصر الحاش للتزاوج الاخوان، الاقفاص اللي عندها جوج ديال المئكالات، جوج ديال المئكالات راه صغيره شويه حتى هي غير صالحه. اقل قفص صالح للتزاوج هو اللي عنده ثلاثه ديال المئكالات، هو بحال هذا اللي ورايا، ثلاثه ديال الوكالات صالح جدا للتزاوج. وبيان سور هذوك الاقفاص ديال السيباراسيون راه مزيانه ومريحه، باش ما كان القفص كبير وواسع، باش ما الطيور كتاخذ راحتها وكترتاح وكتلقى راسها مرتاحه وكتزاوج وكتنتج. اجي نخرجوا زاغلول، نخرجوا عند خيسوس نشوفوا شنو غادي يدير معاه. زيد زاغلول زيد، اجي تشوف عندك خيسوس. تيوكلو مسكين الله يلا تيوكلو. مسألة أخرى الإخوان هي أن واحد الأخ حتى هو سألني وراني الطيور ديالو، حطهم في الدار، حطهم في السطاح، معلق القفص، القفص مزيان، الزويجات اللهم بارك مزيانة، الذكر واجد، النتوى واجدة، العش خشبي وكبير واسع زوين، كل شيء واهداك، ولكن ما تزوجوش ليه. الذكر ما كيلق، كيشوف أن الذكر كيلقح الأنثى ولكن ما كتبيضش، ما كتدخلش للعش وما كتبيضش. وشنو هو السبب في نظركم؟ السبب الاخوان هو واحد سبب بسيط تقدر ما تردش ليه انت يا البال، واج هاد الوقفه هادي اللي كيوقفوا عليها دايرها مربعه ولا ما عاد ديرها، المهم مقنته هاد الوقفه هادي الاخوان، راه واحد السبب مهم بزاف وضروري باش يلقح الذكر الانثى، راه خصها تكون اولا خشبيه وثانيا خصها تكون مدوره كبحال هكا دائريه، فهمتيني؟ شي الا كانت مربعه، عود مربع ما كيستحكمش الذكر في الانثى وبالتالي ما كيخصبهاش مزيان، فهمتيني؟ هادي الا ما كانتش مزيانه راه ما يلقحش الذكر الانثى مزيان وبالتالي ما غاديش تبيض ديك الانثى. اذا الاخوان حتى هادي راه عامل مهم في تلقيح الانثى. إذن الإخوان دابا غادي نتكلموا على بعض العلامات إلا شفتيها في الطيور ديالك فعرف أن الطيور ديالك قربت تزوج وأن الأنثى قربت تبيض. من بين هاد العلامات أخوتي هي أن الذكر كيزيد يهتم بالأنثى، كتلقاه كيتقرب ليها بزاف، كيوكلها بزاف، كيحك ليها الريش ديالها، كيبدا ينقي ليها الريش ديالها، كيدير ليها مساج، كدير ليه مساج، كتبقى توكلو تيوكلها، المهم كيزيد يهتم بالانثى، فهمتيني؟ كيبقى تابعها في القفص فين ما مشات، هادي علامه. ثانيا علامه اخرى الاخوان هي ان الانثى كتبقى تعض العود ديال العش، كتبقى تعضو وكتبقى تفرتتو، هادي علامه الا شفتيها عرف بان الانثى بغات تدخل العش وبغات تبيض. علامه اخرى الاخوان هي ان الانثى كتبقى تدخل وتخرج من العش وتبقى تطلع عليه،
تدخل وتخرج، عارفه بانك كتستكشف العش وانها بغات تدخل تبيض. على ما اخرى اخوتي هي ان الانثى كتدخل العش وكتبقى مده طويله 6 سوايع، وهي وقت ما طلعتي عليهم كتلقى الانثى داخله العش، كتلقى الذكر مسكين بوحدو كيقاز. هذه علامه. علامه اخرى الاخوان هي ان الفضلات ديال الانثى كتزيد تكبر، الفضل كتولي كتحط فضلات كبيره، فهمتيني؟ علاش الانثى؟ الانثى بالضبط كتحط فضلات كبيره. الا شفتي الفضلات ديال الانثى كبرات عارفه بان قربت ان توضع البيض. من العلامات الاخرى الاخوان هي كيبان لك واحد الانتفاخ في اسفل البطن، اسفل البطن ديال الانثى كيكون شويه منتفخ، يعني هذه علامه بان الانثى سوف تضع البيض. اذا هذه كلها علامات الاخوان الا شفتيها في الطيور ديالك عرف بان قربت توضع البيض، ومبروك عليك وهنيئا لك. خيسوس اش كدير تما؟ بعد اختلط خيسوس كتخليه يدخل مع العش، فهمتي؟ كتخليه يدخل. هيا انا الاخوان الاخوان الحمد لله راه الثلاث ديال البيضات الحمد لله. جات البيضه وخيسوس يبان ليا داخل معاها العش. كما كتشوفوا الاخوان خيسوس كيدخل مع خيسوس العش وكيعاونها وكيساعدها. صافي 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 صافي، سمحي لينا اخ، سمحي لينا. كما شفتوا الاخوان خيسوس زادتنا البيضه الثالثه اليوم، بيضه ثالث بيضه الحمد لله، كل شيء بخير وعلى خير والقضيه غاديه مزيانه. اذا الاخوان كان هذا هو موضوع الفيديو. دائما اذا بغيتي تمشي تشري الطيور ديالك شري، وبغيتيهم يتزوجوا لك ويبيضوا لك بسرعه ما عليك الا بالزوج اللي يكون متوالف، يعني متالف، وما عليك الا بالطيور تكون كبيره في السن وما يكونوش جوج نتيوات وجوج ذكوره، يكون ذكر ونتوى. ذكرني في ازرق، اعيد، ذكرني في ازرق ونتوى نفها بني، عقل عليها صديقي. والقفص اختار قفص يكون واسع من الاحسن، والله يسر لك اخويا، والله يوفق الجميع، والله يوفقنا، والله يوفقكم. وشكرا لكم على المتابعه، وشكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا لكم على النصائح، شكرا لكم على التعليقات ديالكم، شكرا لكم بزاف اخويا. ما تنساش دائما الدعم ديالنا بلايك، اشترك في القناه، ومرحبا بك في عيات عصفور، بارطاجي الفيديو مع اصحابك، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.